السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع، حياكم الله. اليوم عندي إعلان، إعلان خفيف خفيف جميل. طبعا كلكم تعرفون ما شاء الله تبارك الله خبازات أديسون. الخبازات أديسون ما شاء الله كل مرة يصدرون لنا إصدار ما شاء الله يكون به ميز جديدة. الآن في إصدار جديد ما شاء الله عند سيف من خبازات أديسون. هذه الخبازة اللطيفة الخفيفة اللي ما شاء الله اللي سهلة، يعني حتى تقدرين تاخذينها لأي مكان. الميزة هذه اللي بها أنه تقدرين تولعين تحت بالحاله تولعين فوق بالحاله. الآن أنا ولعتها كلها، شفتوا الحين بطفي بخلي اللي تحت ما شاء الله. ميزته أنه تتحكمين بدرجة الحرارة هذه. طبعا أنا عجنت الحين عجينة بسوي فطاير بالزعتر، أبوريكم شلون ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا شلون فطيرة الزعتر. وبعدين الميزة اللي بالخبازة إن بعيدة النار، بعيدة حتى لو تنتفش. الحين بوريكم شلون الخبز اللي انتفشت ما تلزق بالنار، يعني والسطح حق الخبازة ما يلتصق به الأشياء، يعني العجينة ما تلزق به. مرة ممتازة هذا الإصدار الجديد، وتحكمين بدرجة الحرارة. شوفوا الحين أنا قصرته، خليته 120 علشان على مهله يعني تنجب. شوفوا شلون ما شاء الله يا الفطاير حقات الزعتر، شيء عجزت اقاوم بس لين يقضن، قلت لها باكل ما شاء الله. شوفوا شلون عجينه ما شاء الله تقل بسكوت. هذه الثانيه تهب الخبازة سريعة. وش طريقتي؟ طريقتي اني احشي جبن شيدر من جوا، شوفوا احط به بعدين ارجع عجنه، ارجع افرده واحط فوقه الزعتر بالفرادة، افرده شوي عشان ما يطلع الجبن، بعدين احط الزعتر زي كذا زي هذه. شوفوا شلون هذه الحين الثانية ما شاء الله. شوفوا الحين بطفي اللي فوق، اللي تحت اخلي بس اللي فوق عشان تتقمر لان اللي تحت استوى. شوفوا ما شاء الله شلون، اذا تبون تبونه يعني العجين من يعني سميكه تقدرون، لكن انا احب رهيفه وكذا متقمره. شفتوا زي الفطاير حقات ال شو اسمه الدمشقيه، شفتوا شلون صرت من الاطراف تقل بسكوت ناظره. العجينه اصلا ما كثرت كلها. شوفوا هذه الثانيه ولعت الحين اللي فوق ما شاء الله. الخبازة فظيعة. وفي خبازات بعد عندهم يعني عند السيف متعددة، تقدرين تغيرين القاعدة تخلينها تصلح للكب كيك، تصلح للبان كيك. وهذه آخر وحدة، مليت زعتر ملي، أنا أحب الزعتر. شفتوا ما شاء الله الحين أنا طفيت اللي تحت ولعت اللي فوق بس يتقمر ما شاء الله. شوفوا شلون فطايرنا، يجنن انضفوا ما شاء الله شلون. كنس ما شاء الله مسويتن على فرن، الصراحة الخبازة تهبل ولا في شيء يلصق، على طول تخلصين تمسحينه وتحطينه شو اسمه ترجعين الكرتونة، يعني ما شاء الله تبارك الله حتى حجمه حلو وخفيفة. تقدرين تاخذينه استراحة، تقدرين تاخذينه لأي مكان تبين تروحين له تقدرين تاخذينه. وخلصت الحين حقتنا الفطيرة، نحطه مع خوياته ويا سلام سلم، يعني صراحة خبازة أديسون هذه يا سلام بطلة، لأن تقدرين الحين شوفوا أنا مولعة فوق، طفيت اللي فوق، هذا تحت هذا فوق، تقدرين تحكمين بالدرجة ما ترفعين عالية مرة، كأنك حاطتها ما شاء الله يعني. شوفوا ما شاء الله تبارك الله خلصت ومسحته ولا في شيء لزق به أبد. وبعدين نسيت أقول لكم في هنا تقدرين وقين تشوفين مع القزازة هذه العجينة انتفشت استوت بدون بدل ما تفتحينها كذا.
وبحط لكم إن شاء الله الحين الروابط حقات العجانة، وبحط لكم جميع أنواع العجانات صورتها لكم بالسيف، علشان اللي حاب أكبر، اللي يحب لمبة موجود، اللي يحب لا قاعدة تتغير مثلا تقدرون تسوين بها مصابيب بانكيك. بحط لكم كل الأنواع، وما شاء الله تبارك الله هذه الخبازة هذه ثانية يعني ما شاء الله واحدة أجربه من عند السيف جاليري، ما شاء الله كلها يهبلن، بس هذه كبيرة مرة، عندي واحدة مرة كبيرة صار عندي أحد، وهذه تهبل وذيفة، وبعدين زي ما قلت لكم النار عالية ما تحتل، ما شاء الله تبارك الله أحلى فطاير بالخبازة يجننن ما شاء الله تبارك الله. أبحط لكم بعد العجينة، ما شاء الله مع خبازة أديسون المنزلية خبزك وفطايرك ببيتك، لا تتعب ولا تتعب.